قالت لي إنه الزلمة كان فكره إنه هو شريكه لرشاد بكل شيء، وفجأة لقى حاله على الحديدة وخسران مصاري بالحيلة والكذب، ومن دون ما يحس أو يشكك وشلحوا كل شيء بيملكه، وكله بوراق قانونية ما حدا بيقدر يكشفها بسهولة. طبعاً هذا رشاد رشدان على سنه رمح، والمسكين ما تحملوا عقله، صابته جلطة ووقع فيها، صار معه نزيف داخلي وجلطة، ومن 8 سنين، تخيلي 8 سنين والزلمة بارك. وهي من وقتها حاطط لرشاد ببالها لتنتقم منه، والله فترة مو قليلة منوب. ايه العمى شو عمل بلاوي لناس بحياته هالرجال، ولازم يكون في ضحية بالنهاية تدفع الثمن. طبعا معناتها شروت هالبيت اجت رحمة من السما هالمرة، اشترته دغري. شو يلي سمعته؟ يلي حكيتوه مزبوط؟ الله يلعنكن. من وقت صرت جارتكن هي تاني مرة بشوفك، مبارحة واليوم قبل ما كنت تجي لهون. ما في صدفة رشاد بيك، فيك تسميها فرصة. ليلى خانم، معرفتي فيكن جديدة، كل إنسان بتجي فرصة بحياته لازم يعرف يستغلها، وأنا طبعي دور على الفرص المناسبة وما فرت فيها لأي سبب. شوي تانية رح تخليني ظن إنك اشتريتي البيت أصلاً، مو صدفة ليلى خانم. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. ليلى، خير؟ شوفي شباب. منير، ليلى الحقني، ليلى كوزال نصبت علي. شو؟ انتهيت، انا دمرت، انا انتهيت. الله يلعن حقيرك قلبي، لك شلون هيك ضحكت علينا؟ شلون يعني اخذت منكم كل شيء؟ كل شيء، كل شيء بإيدي، وقعت لها الوراق اللي جابت آخرتي وآخرتي كمان. أنا شو دخلني فيك؟ بأول فرصة لقيتك كشرت عن نيابك. أنا شو سويت لك؟ لك شو سويت لك لتتهمني؟ شو عم تخبص لك أنت؟ ما وقعت العقد معها بدالي وأنا بالسجن من دون علمي؟ ها؟ ما وقعت العقد معها مع أنك بتعرف أني رافضه وما بدي. كنت بتعرف أنه صفقة رابحة وبدك إياها، لأنه ما في عليك ضرر ولا خسارة، وعينك عينك وعن قصد وعمد خليتها تنصب علي. ولك أنت شو عم تحكي؟ لك أنا خسرت كل شيء مثلك كمان؟ لك شو عم بتخبص؟ حاجة ما جنلتني كمان أنا خسرت. ولك هذا لأنك حمار ومركب عدان كل اللي صار من خلاص. ولك احترم حالك، كيف يعدمك؟ أصلا هديك الواطي خربت بيتي أنا بسببك أنت. كنت تفهمهم وكون واعي وشوف حالك على شو عم توقع يا غبي. كان لازم تفكر مليون مرة قبل ما توقع. أنا ليش ما كان بدي هدول الجماعة؟ لك كنت عم بعمل جهدي لبشي لك شغلك وربحك. وهي هي نتيجة شغلك، خسرتنا كل حيلتنا وما عاد نوقف على رجلينا بحياتنا. كل شي صار معنا، كل شي عم بيصير معنا من ورا طمعك ومن ورا رقدنا، من ورا مشاكل ووساخة ابنك اللي ما عرفت تربيه. كل شي صار لأنك أنت ما عم تفهم. واحد غيرك كان بيتروى مليون مرة قبل ما يغلط ويوقع. ولك علم قلي أنا ماني طماع وأناني وباخد اللي مو إلي، ما بطلع أكتاف العالم وبقتل بني آدم. ولك أنت شو عم تحكي يا واطي حقير؟ رشاد وقف. لك حيوان. كل شي وصلنا له بسبب وساختك أنت. حاجة أنت وياه، حاجة بكفي. استني استني، لسه ما خلص شغلي معاكي أنت. استني استني، لا تخليني أطلع عن طاري. بعد عني. لوين راحت؟ ما بعرف. بيسان قولي الحقيقة. قلت لك ما بعرف. إذا ما بتحكي الحقيقة ما تلومي إلا حالك. قلت لك ما بعرف. أنت يلي جبت هاي المرة علينا مو أنا، وأنت يلي شغلتها معك. نحن مالنا علاقة لتفش قهرك فينا. شوفي شو؟ Ha 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 ha
شو صاير؟ عثمان مسكته الشرطة وراح يبعثوا بكرة لهون. وسمي طبعا يا باشا عندك حق، عندك حق بكل شيء قلته، بس صحيح يا باشا صحيح، أنا يلي وقعت الأوراق بإيدي، بس ليك بس لو تسمعني حضرتك شوي، أنا لو كنت بعرف إنه في مؤامرة ضدي كنت بوقع الأوراق برأيك. عم بتصل فيك صار لي ساعة، ليش ما عم بترد؟ دققت بالعقود اللي قلت لك عليهم مبارحة؟ طبعا سيدي طبعا، بعرف مو لعب أولاد صغار، بس القصة مو قصة توقيع على سندات بس، بالتجارة أحيانا من الربط بكلمة شرف واحدة، وأحيانا شقفة ورقة صغيرة، ما لها ديك القيمة أصلا، يعني أنا ما بدي أشرح لك. آسف سيدي كمل حضرتك عم أسمعك، كمل أنا آسف جد. صحيح يا باشا صحيح، يعني إذا بس تتكرم وتعطيني موعد حضرتك وأنا بجي لعندك وبشرح لك اللي صار. ليش عم تبكي وتزعجي حالك على الفاضي؟ الولد هلأ انمسك ومشي حاله خلاص، شو يعني كان بدك ياه يضل هربان كل عمره؟ عندك حق يكون قلبك بارد مو هامك، ما له ابنك اللي انمسك لأنه لا تخافي أول عن آخر رح ينمسك. مزبوط سيدي حكيك مزبوط، إذا ما لقيت منفذ من هالقصة بيكون وضع انتهى والله بعرف. ماشي ماشي حضرة المستشار ماشي، أنا عم استنى منك خبر لكان. تصبح على خير. شو قال لك؟ شو عملت؟ ولا شيء، بدها تنتقم مننا بعد الشركة باللي فيها، تركت كل ديونة علينا وكل شيء اتفاق بيننا وبين أي حدا التغت. لا بقى تعيد لي نفس المصايب هاي منير، عطيني شيء جديد لاقي لي صرفة. شو بدي ساوي لك يعني؟ ليش أنا عاد بيطلع بإيدي شيء؟ كل شيء عملته الخانم قانوني، على مين ومشان شو بدك تشتكي؟ ما في مجال. مرة جابت آخرتنا ونهتنا دمرتنا، يمكن إذا قتلناها وخلصنا عليها يمكن يرجع شيء. هلأ صار فينا نقول إنه نهينا هي العيلة ودمرنا. من اليوم اللي خليتيهم يوقعوا على عقد كانت نهايتهم. الحقيقة الفضل إلك، يعني لو ما وجهتني أنت وساعدتني ما كنت عرفت ساويت شي وأخذت حقي منه. فضلي على حالي، أنت اللي شاطرة. رح ضل مديونة لك. مانك مديونة لحدا، أنت تعبتي كتير وهي نتيجة شغلك. ليلى خانم، ليلى خانم. شوفي احكي شو بكي. لا لا تحسين، تحسين لا، تحسين لا تموت، لا تموت وتتركني لحالي. تحسين حرام عليك تحسين، في حياتي كرمالي، في كرمالي، لا تتركني لوحدي حرام عليك. في لحتى اقول لك انا شو ساويت مشانك. ليلى خانم تحسين قوم لقلك. ليلى قوم تحسين قوم.